السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنحضر درسنا اليوم في مادة التربية على المواطنة حول موضوع حوار الأديان والسلم العالمي. فالمقصود بحوار الأديان هو عبارة عن لقاءات تواصلية بين مختلف الديانات السماوية للعمل على سيادة الأمن والسلام في العالم، ونبذ العنف والكراهية، وضمان لكل طائفة حق ممارسة شعائرها الدينية دون المساس بمقدساتها. فمن خلال الآية الكريمة فمن خلال الآية الكريمة في سورة العنكبوت، والتي تحث سورة العنكبوت من خلال كتاب المقدس صفحة 201، والتي تحث على التعايش بين أهل الكتاب والمقصود بهم المؤمنون والمسيحيون واليهود، ومعاملتهم بالتي هي أحسن. هذا بالإضافة إلى أن الدستور المغربي في الوثيقة 2 تتحدث عن اعتناق سكان المغرب لدين الإسلام، لكن تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه ومعتقداته الدينية. كما تتحدث الوثيقة 3 على علاقات التبادل القوية بين المسلمين وغير المسلمين عبر التاريخ، والتي مكنت من تطور الفكر وإطراء الحضارة الإنسانية. كما تركز الصورتين في نفس الصفحة عن مدى احترام ملوك المغرب أصحاب الديانات السماوية الأخرى المختلفة وحرصهم على ذلك. أما عن شروط مبادئ حوار الأديان، فهذا العنصر لم يتم الإشارة إليه في كتابكم المدرسي الذي تدرسون به، وتمت الإشارة إليه والتركيز عليه في الكتاب المدرسي الآخر أي منار الاجتماعيات، وتم إدراجه هنا من أجل تجنب أي مفاجآت في الامتحان الجهوي. إذا نلاحظ في الخطاطة أن شروط مبادئ يقوم عليها حوار الأديان، فمن أهم الشروط هو الإيمان القوي بمبادئ الدين وأهدافه، الإيمان قوي بالدين، اعتناق مثلا الإسلام بالنسبة للمسلم، اعتناق الدين الإسلامي، العلم الواسع وإحاطة بقضايا الدين والدنيا، الإحاطة بمسائل الدين وأمور الدنيوية كذلك، حرية الاستقلال في التفكير بعيدا عن التعصب السياسي أو المذهبي، الرغبة في الوصول إلى الحق والاعتراف به. أما عن مبادئ حوار الأديان فهي تدعو هو عفوا يدعو إلى الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ونبذ العنف والتعصب وكراهية الآخر، اعتماد العقل والبرهنة والإقناع، ثم الدعوة إلى نقط التلاقي والتعايش، طبعا الحال التعايش بطريقة سلمية بين مختلف الديانات السماوية وبين أشخاص متنقين للديانات السماوية الأخرى. أما فيما يخص أساليب حوار بين الأديان، فهي تتخذ ثلاثة أشكال: حوارات فردية، أي تتم بين مجموعة من العلماء المتخصصين في ديانات مختلفة تتدارس قضايا عقائدية وإنسانية، أي مجموعة من الأشخاص الذين يمثلون ديانات مختلفة، يتم عقد مجموعة من التدارس بعض المسائل العقائدية كل ديانة على حدة بطريقة تخلو من التعصب، بينما الحوارات الجماعية تتم عن طريق المؤتمرات والندوات والملتقيات التي تتم في كل سنة تقريبا تحت إشراف وتنظيم حكومات أو جمعيات أو منظمة ترعى موضوع حوار الأديان. بينما حوار بالمراسلة، حوارات عن طريق تبادل الرسائل بين علماء ومتخصصين في ديانات مختلفة، مثلا عبر التواصل بالإيميل، التواصل بوسائل حديثة طبعا، إيميل، مجموعة من الأمور الحديثة عكس السابق كانت عبارة عن إرسال برقيات ورسائل. فبعد التطرق لهذه العناصر سوف تنقلون في دفاتركم في الجهة المخصصة بالتربية على المواطنة درس هذا الأسبوع، أي كتابة
صفحة جديدة طبعا. عنوان الدرس مقدمة عنصر محور الأول، عفوا المحور الأول وعنصر محور الأول كذلك، ثم سوف تنقلون العنصر الثاني في المحور الأول الذي تحدثنا عنه سابقا، ألا وهو الشروط ومبادئ حوار الأديان، ثم أساليب حوار الأديان. وفي حالة أي استفسارات أو أسئلة اكتبوها في دفاتر التحضير على أمل إجابة عليها عند الرجوع إلى القسم إن شاء الله. تحياتي.